السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزل. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على هذا المشرف، يعني المشرف تاعكم، وين دق ناقوس الخطر ونتعرف على الحكم المباراة المنتخب الجزائري ضد الموزمبيق. يعني ضروك الحكام، انا كنت تعبوني هادو باش زعما يقعد وما يقدرين نخسروا، ما يقدرين نورمال عادي. الصومال الرب العالي، موزمبيق يعني تنزانيا قال لك استاد الحاكم مصدرنا ما قال لك الحاكم يسافر بزاف. شوف انا باش زعما الحيه هذه تقعد وتقعد الناس مأمنة بها، انا نطلب من لجنه التحكيم في لافريك ولا في الفيفا، ماذا بكم؟ يعني دبروا لنا كل اربيتي بدلوا له اسمه وديروه قاسامه. ديروا قاسامه، يعني كل اربيت ديروه قاسامه. وين يتلقي غد ان شاء الله على الساعه الثانيه بعد الظهر على ملعب يعني في الموزمبيق، المنتخب الجزائري ضد نظيره موزمبيقي في الجوله الثانيه من تصفيات مؤهله لكاس العالم. وفاز الفريقين في مبارياتهما الأولى على الصومال بثلاثة لهدف، وبوتسوانا فاز عليها الموزمبيق بثلاثة لاثنين. ولهذه المباراة وين عين الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الحاكم الحكام المعنيين بإدارة هذا اللقاء، وهم الحاكم الساحر صامويل يعني ومساعد ومستديه أم ديدون يعني وإيراك، من بينهم حكام الرابع هو جان كلود، وسيكون المراقب المباراة الأنغولي خوسي فيرناردو ماكاو. وأدار الحكم صامويل مباراة الاتحاد الجزائري في شهر مارس الماضي خلال رحلته إلى جنوب إفريقيا لمواجهة يعني ماروموا في الربع من المرحلة المجموعة لكأس الكونفدرالية، وانتهت المباراة لصالح الفريق المحلي بنتيجة هدفين مقابل صفر. وبات المنتخب الجزائري يتخوف من لعبة الكواليس والتي حذر منها هذا المدرب الذي لم يجد معالمه في الملعب، فأصبح يتهم الحكام، يتهم يعني مسؤولين في الأرضية، يتهم كل شيء إلا طريقة لعبه مكاشي. كي نربحو ما نسمعو لا أربيت، ما نسمعو والو. نهار اللي ربحنا في الكاميرون 1-0 ما اسم سيمانتين بعد الشهر، بوندو 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 حطمنا، بوندو دانا، بوندو من بوندو من بوندو من بعد بوندو ربحنا 1-0 بوندو مكاش. هاني عاقل ولا يدلك كيما قال قاسما في الخير علينا وربحنا امام نيجيريا اختاليا قاسما اخويا ويخرج من ليها مشاكرة وكما صام مشاكرة امشاكراك ماصرا انا يا اروح نعطيكم ادله وعندي فيديو. ذاك الفيديو راني نقرا له، راني غير نقرا له تاع ايطو، عندي فيديو ايطو يمد في الدراهم يعني 100,000 اورو للقصر. والناس امنت وكل شيء. اي ودي شو نقول لكم كلمه بزاف عليكم على بالكم. وين بات المنتخب الجزائري يتخوف من لعبه الكواليس التي حذر منها هذا المدرب التائه في افريقيا، خاصة اذ علمنا ان الحكم المالي حرم المنتخب الجزائري من ضربة جزاء شرعية يعني ضد نظيره الصومالي لحساب الجولة الأولى من تصفيات مؤهلة لمونديال مكاش. كاع بيناتي كاع كانوا شق الكاري 18 والصومال عيب دوموندي في معاها بيناتي. روح شوف الكوت ديفوار تسعة والعلب تسعة بالراي بيا تربح. وقاد مباراة الجزائر والصومال طاقم التحكيم المكون من حكم الساحة المثير للجدل، وساعده حكام يعني وين بينما كان محمد كايتا حكم رابع. وسبق للحكم المالي أن أدار اللقاء المنتخب الجزائري مع نظيره المنتخب النيجيري شهر مارس الماضي، والذي انتهى بفوز محاربي الصحراء بهدف دون رد في لقاء جرى بالعاصمة التونسية ضمن منافسة تصفيات كأس أمم إفريقيا. ووقع الحكم تراوري في كثير من الاخطاء، يا ودي ربحنا تروا ويعول اشبال المدرب على تحقيق الفوز وفض الشراكات الصداره مع المنتخب الموزمبيق. يعني كل شيء في حسابنا احنا كنا عارفوا، يا
يعني مدرب يعني اربي مشي اربي يا ولدي موزمبيق عليها يا روح عندكم الوقت دروك اللي عنده الوقت اللي يتفرج يدير موزمبيق يدير بورتوانا موزمبيق يوم الخامس وشوف والله نقول لكم الرب العالمين يوم الكاشية والله ما كان كاع موزمبيق يبي باقي حايد ودي يا مكاش على بالك بلي موزمبيق مكاش ديفونس تاعها يعطو هدايا هدايا قول بلي مزيه اللي زاتاكون تاعهم مركا يا يعطو يمدو هدايا يا هدايا يمدوهم يا كيما نقولو حنا كو زعما محرز يكون مليح وسليماني ولا بونجاح ويكون الشايبي ولا يكون راخر عموره ولا يكون يعني يكونوا اللي يكونوا يلعبوا في الجبهه الاماميه في الثلث الاخير تاع موزمبيق ايوا هدايا هدايا ويخلوا الفراغات على بالك عندي كاري 18 قبل الكاري 18 بكاز مات مفامات يا ولدي قذافات تاع بن طالب انا نقول له بن طالب غير قدم شويه والخف راني نقولها لك زيد مع آية النور الجهه تاعو يا ولدي ميته تاع الادفيرسير تاعو ميته ما كانش كاع والله ما كانها يا ما كانش هي انا نقول لك ميليو تيرات تاعهم خاويه يا بورتوانا ما كاش عندها لعابه باش تماركي بورتوانا على الاقل ضيعت واحد الكات بيت بالا 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 انا نقول لكم باه يا ما كاش هي ايه واش غادي نقول لكم دوك ايه كي ما كاش هي كاع وكشف مصدر مقرب من بيت المنتخب الى ان هذا المشرف يستعد لاحداث بعض التغييرات وكذلك النهج التكتيكي الذي سيعتمد عليه امام موزمبيق وتشير مصادر الى ان عوده رامي بن سبعين الى محور الدفاع صارت وشيكه مكان امين توغاي وكذلك اشراك ظاهر ايسر رايان ايتم على بعد بديل يعني بدليل لعاب يعني خلينا بوجه غير مرضي يعني ياسر العروسي ياسر العروسي هو اصلا كوما عيطلوش ياسر العروسي راه ما لعبش مسكين وقرر هذا المشرف كذلك استنجاد بأوراق الخبرة في خط الوسط لأجل تجاوز المنتخب الموزمبيق على غرار نبيل بن طالب الذي سيحل مكان يعني رمزي زروقي وصفيان فيغولي بديل لحسام عوار رغم أن الأخير كان من بين أحسن اللاعبين في مباراة الخميس هي قادر يدير حسام عوار قادر يلعب هو غادي يلعب زوج الكيبيراتير وغادي يلعب زوج ليكيبيراتور غادي يلعب كيسموه برمزي زروقي وبن طالب خاطش علاه في طوب بن طالب يدير سوتيان لآيت النوري خاطش آيت النوري ولي يخدم يطلع ولي يقلا سوتيان مليح هذه هي اللي يقلو سوتيان خاطش كاين بزاف يقولك العروسي ما قدم والو عروسي ولا طايحين عليه ولا وحدو مكانش لعب ليكيبيراتور واحد لعب زروقي زروقي يضربها يدور هاك وقالك استعوذ عاود يضربها هاك عاود يضربها هاك يضربها هاك عاود يردها الراوند يعني افونس القدام مكانش افونس لاريال كاين افونس الامام مكانش افون مكانش هاو الناس مين يقولو لكم تو تزعفو ولا مين يقول لكم تزعفو هاو بنادم يقول لكم تو متزعفوش زيرو روحكم نورمال عراوين عندهم عندهم ثلاث لعابه ما غاديش يلعبوا لهم ها ها هو دي انا على بالك بلي ما عند موزمبيق عنده لعابه كبار ما غاديش يلعبوا له تاوعه لونترينر وهدرها هي هما تشوفو نتوما الله وين يدير الصح ماشي ساهل اخويا هادي لازم لنا خدمة لازم لنا كاش هادي هي لازم لنا خدمة ولازم القدام برك
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ونسي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.